أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية لما يعرف اليوم في فرنسا بأنه الخميس الأسود، حيث اجتمعت وللمرة الأولى منذ 10 سنوات الاتحادات والنقابات في فرنسا للتظاهر ضد قانون إصلاح التقاعد، سن التقاعد في فرنسا. ومن المقرر أن تجوب التظاهرات والإضرابات معظم القطاعات، هذا أولا. وأكثر من منطقة في فرنسا، ينضم إلينا من هناك مراسل الميادين موسى عاصي، أهلا ومرحبا بك. كيف هي الأجواء لديك في هذا اليوم الذي وصف إذن بالخميس الأسود؟ يعني نحن أمام الساحة لاريبوبليك التي ستنطلق منها التظاهرة بعد قليل، بعد أقل من ساعة. خلفي بداية التظاهرة، وفي هذا الشارع وصولا إلى ساحة لاريبوبليك هناك عشرات الآلاف تجمعوا حتى الآن للانطلاق في التظاهرة. كما ذكرت يشارك فيها أو دعت إليها 8 نقابات، النقابات الكبرى في فرنسا، والعنوان العريض هو رفض الإصلاح، مشروع إصلاح الحكومة الفرنسية لمن التقاعد، والذي هو الآن 62 عاما. إيمانويل ماكرون بهذه الخطة يريد رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، مع ما يعني ذلك من خطر على حياة أو على يعني معيشة المواطنين الفرنسيين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والذين يعملون في قطاعات، خصوصا القطاعات اليدوية. هؤلاء يصلون إلى هذا العمر بتعب شديد، ولذلك يرفضون رفضا قاطعا العمل لسنتين إضافيتين. التظاهرات أيضا انطلقت قبل تظاهرة باريس بكثير في المدن الفرنسية الأخرى، نتحدث عن مارسيليا، عن ليون، عن مدن أخرى انطلقت فيها هذه التظاهرات، وأيضا عن نيس انطلقت فيها قبل ظهر اليوم عند الساعة 11، وأيضا في المقاطعة الفرنسية خلف البحار. قبل أن أكمل أريد أن أستضيف أحد الداعين لهذه التظاهرات، ممثل حزب النهضة الشيوعي في فرنسا، وهو تجمع شيوعي جديد، يريد أن يتحدث لنا عن الأسباب التي يشارك فيها هذا الحزب في هذه التظاهرة، ولماذا يرفض الفرنسيون سن التقاعد أو رفع سن التقاعد. أهلا وسهلا بك. Bienvenue sur notre chaîne. Je vous laisse venir comme ça. Oui, s'il vous plaît. Alors, encore un petit peu. Oui, c'est parfait. Alors. Je vais vous demander pourquoi vous participez à cette manifestation et pourquoi vous refusez l'augmentation de l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans. Bah écoutez, non seulement ça, plus 43 années pour partir avec une retraite pleine, plus la fin de tous les régimes dits spéciaux, qui en fait sont des régimes tout à fait logiques pour l'ensemble des travailleurs qui ont commencé tôt avec des métiers extrêmement pénibles. Donc nous, on est là clairement pour rejeter cette contre-réforme. C'est pas une réforme, c'est une contre-réforme. C'est fait pour détruire l'ensemble de toutes les conquêtes sociales qu'on a obtenues. يقول بأنه يعني الحزب هو موجود هنا من أجل رفض سن التقاعد، لأن العاملين تحديدا في القطاعات اليدوية يصلون إلى عمر لا يستطيعون فيه العمل، وبالتالي رفع سن التقاعد يعني المزيد من التعب لهؤلاء. يشاركون في هذه التظاهرة إلى جانب النقابات من أجل توجيه رسالة إلى إيمانويل ماكرون بأنها أو للحكومة الفرنسية برفض هذا المشروع. يقول إيمانويل ماكرون بأنه لا مجال لتمويل سن التقاعد أو المتقاعدين إلا من خلال رفع سن التقاعد. هل لديكم يعني خطة أخرى تعرضونها من أجل أن يكون هناك تمويل للتقاعد غير رفع سن التقاعد؟ Je dis pour Emmanuel Macron, il n'y a pas d'autre choix qu'augmenter la retraite jusqu'à 64 ans pour financer la retraite. Est-ce que vous avez d'autres moyens pour financer ces retraites? Oui, bien sûr, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est comme pour les salaires, il n'y a pas d'autre choix, on ne peut pas les augmenter. La guerre aussi. La guerre à l'Est, parce qu'il faut en parler, l'argent qu'on est en train d'envoyer au régime pro-nazi de Kiev, c'est de l'argent en moins qu'il y a justement dans les retraites et les salaires. Et nous, la solution qu'on propose depuis des années et des années, c'est d'en finir avec l'Union européenne et sa monnaie unique, l'euro, qui impose l'austérité en Europe et en France en particulier, notamment pour les travailleurs. L'OTAN qui est une machine de guerre qui pompe plein d'argent, et le capitalisme. Parce que à la fin des fins, c'est un affrontement pas seulement sur les retraites, c'est un affrontement sur deux choix de société.
يقول بان يعني حجه ماكرون بانه لا يوجد هناك اي مجال لتمويل المتقاعدين الا من خلال رفع سن التقاعد يشبه الى حد بعيد مشاريع اخرى تتقدم بها الحكومه، خصوصا كما تحدث بان ايمانويل ماكرون يمول مشاريع اخرى من حسابات الفرنسيين، ولا سيما الحرب في اوكرانيا ووقوفه كما قال حرفيا هذا الشخص ووقوف ايمانويل ماكرون الى جانب النظام النازي بحسب قوله في اوكرانيا. ومطالبهم التاريخيه هي ان تنسحب فرنسا من الناتو وان تنسحب من الاتحاد الاوروبي والعمله الاوروبيه الموحده التي تشكل ايضا يعني نوع من ضعف الفرنسيين او ضعف العمله الفرنسيه التي كانت موجوده سابقا، والالتزام بالمعايير الاوروبيه، وهذا ينعكس على الفرنسيين. سؤال اخير يعني حول غدا اليوم، يعني يقدر او نقدر بان هناك نحو مليون او مليون ومئتي الف سيشاركون في التظاهرات هنا في باريس وفي المدن الفرنسيه الاخرى، هذا يعني ماذا سنرى غدا؟ يعني يعتبر هذا نجاح بالنسبه للنقابات والاحزاب اليساريه، غدا ما هي الخطوه التاليه؟ جدي alors aujourd'hui on croit qu'il y a 1 million 200 000 qui vont descendre dans la rue de France donc partout en France et demain c'est quoi donc c'est une réussite pour vous et les syndicats demain c'est quoi le deuxième pas c'est quoi il est clair que là c'est a priori un premier essai bien réussi le gouvernement le sait parfaitement. Il ne faut pas s'arrêter là. Il n'est pas question de s'arrêter là. Déjà, un certain nombre de syndicats sont en train de discuter sur la possibilité non seulement de reconduire, mais aussi de reconduire en allant avec de plus en plus de jours de grève pour véritablement, non pas bloquer le pays, mais bloquer le gouvernement et les profits du capital. Parce que c'est ça le véritable problème. Un jour ne suffira pas. Donc là, très clairement, si on réussit ce test aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'on puisse durcir le mouvement. Et je répète, ce n'est pas pour bloquer le pays, pas du tout. Ni les travailleurs, c'est pour bloquer les profits et les capitalistes et ceux qui nous dirigent. يقول بأن هذا اليوم هو اليوم اختبار كبير بالنسبة للداعين لهذه التظاهرة وأيضا للحكومة، والحكومة الفرنسية تعلم تماما بأن هذا اليوم هو يوم ناجح بالنسبة للداعين لهذه التظاهرة، وأن النقابات تجتمع من أجل وضع خطة لما بعد هذا اليوم. والهدف كما يقول فادي وهو من التجمع الشيوعي الفرنسي، الهدف هو ليس يعني إقفال البلاد، إنما الإقفال بوجه الحكومة من أجل التراجع عن هذا المشروع، وأن التحركات ستتواصل من أجل إعادة النظر بخطة ماكرون. ميرسي بوكو، شكرا جزيلا. ميرسي بوكو، ميرسي. إذن يعني التظاهرات كما قلت قبل قليل ستنطلق من ساحة الجمهورية وستصل إلى ساحة الأمم، هذه المسافة بحدود 3 أو 4 كيلومترات، سيقطعها المتظاهرون بحوالي 3 إلى 4 ساعات نظرا لحجم المشاركة في هذه التظاهرة. خلف الكاميرا هناك أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والسيارات الشرطة الموجودة، إن كان في خلف الكاميرا في مسار التظاهرة أو في الشوارع المحيطة أو في ساحة الريبوبليك الموجودة والتي ستنطلق منها المتظاهرة. الحديث اليوم هو عن 3500 عنصر شرطة في باريس وحدها، وعن أكثر من 10000 عنصر شرطة في معظم الأماكن في فرنسا. أنت دائما معنا موسى للحديث عن هذه التظاهرات وهذه التحركات. كما ذكر ضيفك منذ قليل، ربما المتظاهرون يرفضون تسمية يعني هذا الإصلاح فيما يخص قانون التقاعد على أنه إصلاح، يقولون بأنه مناوئ للإصلاح. ربما نفهم صحيح قليلا خلفية هذا القانون. أكثر من رئيس حاول في السابق فرض هذا الإصلاح، دائما أضعها بين مزدوجين، أتحدث عن جاك شيراك في عام 95 مع رئيس وزرائه ألان جوبي. وقتها نزل الفرنسيون بالملايين إلى الشوارع لمدة شهر. أيضا ساركوزي حاول ذلك الأمر عام 2010 وفشل بذلك الأمر بعد يعني إضرابات عمت البلاد لأسابيع. لماذا يفعلها ماكرون الآن؟
يعني صحيح كما ذكرت هذا المشروع ليس جديدا، وهناك مشاريع تسمى أيضا مشاريع إصلاحية لسن التقاعد، يعني تمت أو وضعت خلال السنوات الماضية في حكومات مختلفة، إن كانت كما ذكرت لجاك شيراك أو نيكولا ساركوزي وألان جوبي وغيرهم. ولكن حتى في هذه المشاريع كان هناك يعني خطوات تم تطبيقها، ورفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، واليوم إيمانويل ماكرون يريد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. المسألة بالنسبة يعني المعارضين لهذا المشروع، الهدف الأساسي لإيمانويل ماكرون هو تغذية الخزينة الفرنسية بالأموال التي سيدفعها العاملون في حتى سن 64 عاما. هناك سنتان من العمل، سنتان إضافيتان من العمل لحوالي 60 إلى 70% من الموظفين والعمال في فرنسا، وهذا يقدر بأنه في العام الحالي سيكون هناك العام 2023 سيكون هناك نحو 3 مليارات يورو إضافية سيدفعها هؤلاء للخزينة، وبالتالي لا يحتاج إيمانويل ماكرون يعني لتمويل صندوق التقاعد في السنوات والعقود المقبلة. إذن هذه الأموال يقول المعارضون بأنها إيمانويل ماكرون بحاجة لهذه الأموال، لأن الخزينة هي يعني فيها نوع من الخفض وفيها نوع من العجز الخزينة الفرنسية، وبالتالي الأموال التي تدفع كما ذكر ضيفنا قبل قليل إن كان على مستوى الحرب الأوكرانية أو على مستوى تخفيض الضرائب على المؤسسات الكبرى وعلى الأغنياء في فرنسا، فهذا العجز يريد إيمانويل ماكرون أن يحصله من خلال رفع سن التقاعد ودفع الضرائب والنظام الشيخوخة من قبل العاملين الفرنسيين. كما ذكر قبل قليل يعني شخص آخر تحدث إليه يعني من حوالي نصف ساعة، يقول بأن هناك 40 شخص في فرنسا لديهم مئات المليارات من اليوروات، وهؤلاء لا يعني القرار الذي اتخذه ماكرون خلال الأسابيع الماضية بوضع ضرائب 2% على هذه الثروات، هذا طبعا لا يعتبره المتظاهرون بأنه قرار جدي وقرار لصالح الفرنسيين، إنما قرار لصالح الأغنياء وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى. وبالتالي يمكن لإيمانويل ماكرون كما ذكر ضيفنا وكما تذكر النقابات، يمكن لإيمانويل ماكرون أن يجد الأموال لدى الأغنياء ولدى أصحاب المليارات، وهؤلاء يمكن رفع الضرائب عليهم. نعم، كما نتابع قبيل انطلاق هذه التظاهرة في باريس كما ذكرت بأنها ستنطلق بعد قليل، وكان قد سبقها أكثر من تظاهرة كان ذلك في مارسيليا وليون أو حتى نيس، نلاحظ بأن هناك لافتات وبالونات هواء كبيرة جدا عليها يعني اسم لا سي جي تي وهي الاتحاد العام للعمل. ومن هنا ربما من المفيد أن نذكر بما قاله رئيس السي جي تي فيليب مارتينيز عندما قال وأمل مشاركة الملايين في هذه الإضرابات والتظاهرات، وقال ما زلنا في اليوم الأول وسيكون هناك أيام كثيرة. بما يشي أو تشي هذه الدعوة، وهل فعلا الأجواء ربما تقول لنا بأن الأمور ستستمر لأكثر من يوم؟ يعني هذه هي المشكلة الكبيرة والسؤال الكبير الذي لم تعطي النقابات أي جواب عليه، وحتى الحكومة تنتظر أيضا ما هو القرار الذي سيتخذ من قبل النقابات الفرنسية لمرحلة الغد. الكل كما سألت ضيفنا قبل قليل يقولون بأن هناك تحركات وبأنهم يريدون الاستمرار بهذه التحركات من أجل إعادة النظر بخطة ماكرون للتقاعد، ولكن لا يوجد هناك حتى الآن خطة واضحة ماذا سيحدث غدا. السؤال يطرحه الجميع ولا أحد يجيب. في الواقع يعني ينتظر النقابيون والذين يجتمعون باستمرار وهم موجودون هنا في التظاهر، نعم يعني يتحدث. يبدو أن الصوت يتقطع مع الزميل موسى عاصم مفاد الميادين إلى باريس، وباق معنا بالصوت والصورة، ولكن أشارك معنا في هذه التغطية دكتور عماد الدين الحمروني خبير بالجغرافيا السياسية في أكاديمية العلوم السياسية في باريس، أنت معنا من العاصمة الفرنسية، أهلا ومرحبا بك دكتور عماد الدين عبر شاشة الميادين. إذا تعليقا على هذه المشاهد وعلى هذه التظاهرات التي تعم البلاد، كما ذكرنا منذ قليل المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات تتوحد النقابات العمالية في فرنسا للمشاركة في هذا اليوم الاحتجاجي. اسمح لي بأن أنقل لك ما قاله الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان غسال عندما قال الخميس أي اليوم الذي يعرف بات بالخميس الأسود 19 من كانون 2 يناير، يجب أن تهتز
فيه جدران الإليزي. أسمع منكم تعليق. أولا تحية لك وإلى كل المشاهدين. نعم، اليوم هناك مظاهرات كبيرة جدا، هناك توحيد كل النقابات، يعني هذا لم نراه ولم نشهده منذ 10 سنوات تقريبا، للوقوف أمام ما يسميها الرئيس إيمانويل ماكرون أم الإصلاحات. فنحن أمام أم الإصلاحات وأم المعارك إن صح التعبير من طرف النقابات فيما يخص يعني الإصلاح المستوى التقاعد. هذا الموضوع كما أشرت منذ قليل يعني تناوله العديد من الرؤساء إن كان يمينا أو يسارا، وكانت هناك عقبات كثيرة، ولكن رغم كل العقبات تطورت يعني التقدم في سن التقاعد، الخروج في سن التقاعد من 60 ووصلنا إلى 62 وشهرين تقريبا. فبالتالي موضوع التقاعد هو موضوع جوهري يمس يعني النظام الاجتماعي الفرنسي، ولكن دعيني أقول أن النظام الاجتماعي الفرنسي تقريبا من أحسن الأنظمة على المستوى العالم وعلى مستوى الدول الأوروبية. هناك تقريبا 16.9 مليون متقاعد في فرنسا، يعني معدل التقاعد في فرنسا تقريبا 1400 أورو تقريبا يعني. فبالتالي يعني النسبة الكبيرة للمتقاعدين التي يمكن أن يعني يترتب عليها نمو في عدد المتقاعدين، ولكن قلة في عدد يعني الذين سيدخلون سوق العمل. فهذا الخلل يعني بين سوق العمل وعدد المتقاعدين يجعل أن الدولة يعني هي في عجز كبير جدا، وهذا العجز مأتاه يعني كثير من الأسباب، أهمها يعني الأسباب السياسية، السياسة الداخلية، السياسة الضريبية، وأيضا السياسة الخارجية. فبالتالي مفهوم يعني ومشروع الإصلاح، إصلاح يعني سن التقاعد والإصلاحات، لأن هناك أيضا شركات تتمتع بتقاعد خاص، يعني مثل شركات الحديد، شركات النقل، شركات البترول، فهؤلاء لديهم مميزات يعني منذ تقريبا أكثر من 40 سنة، والدولة تحاول أن يكون هناك يعني تقاعد في سن التقاعد أن الكل يخرج تقريبا ما بين 62 و64، ولما لا أن يصل يعني العمر إلى 65 أو 66، لأن إذا قارنا ما بين ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا نرى أن في ألمانيا مثلا سن التقاعد 67 سنة، في بريطانيا يصل إلى 70 سنة. فبالتالي هناك خصوصية فرنسية، والنقابات اليوم تدافع في الحقيقة عن هذه الخصوصية الفرنسية في المجال الاجتماعي. ولكن هناك من يقول بأن هذه النقابات تتصرف من منطلق عاطفي. دعني أحاول أن ألعب دور محامي الشيطان في هذا الملف. إليزابيث بيرن رئيسة الوزراء الفرنسية قالت ودافعت عن هذا الإصلاح دائما بين مزدوجين، وقالت بأن العدد النسبي للعاملين مقارنة مع المتقاعدين كان في عام 2005 هو 2 على 1، يعني عاملين على متقاعد واحد، أما الآن وصلنا إلى مستوى 1.7 وفي الغد سنكون 1.5. أسألك عن سبب هذا الخلل برأيك، وثانيا بعيدا عن العواطف، هل التمديد لسن التقاعد من 62 إلى 65 هو قرار منطقي في ضوء الوضع الاقتصادي العام في فرنسا كما يدافع عنه مناصروه؟ نعم، هذا ما أشرت إليه منذ قليل في الحقيقة في يعني السلم الاجتماعي وارتباط يعني الإصلاح في مجال التقاعد مع سوق العمل والتغيرات الكبرى في سوق العمل. نحن الآن يعني في تطورات كبيرة جدا على يعني الانتدابات، وكيف متى يدخل الشاب أو الشابة إلى سوق العمل، متى يدخل المواطن أو المقيم في فرنسا إلى سوق العمل. يعني هناك من يدخل إلى سوق العمل في سنة 27-25 من عمره، ولكن هذا إذا كان يعني وضعنا نسبة التكلفة يعني تكلفة سن التقاعد يعني وعدد التقاعد، ويعني كما أشرت منذ قليل أن تقريبا يعني أجر التقاعد تقريبا في حدود 1500 أورو ل70% من المتقاعدين، وبالتالي هذه إشكالية بنيوية بالحقيقة في النظام الاجتماعي الفرنسي. فهناك يعني صراع بين نظريتين، النظرية النيوليبرالية التي تشبه يعني النظرية الأمريكية، يعني السيد ماكرون يأتي من هذا الوسط النيوليبرالي،
رغم أنه يؤمن بالقضايا الاجتماعية، ولكن بالمعنى الاقتصادي يؤمن بالنظرية النيوليبرالية، بمعنى شيئا فشيئا يريدون الخروج من النظام الاجتماعي القديم الفرنسي والوصول إلى النظام الاجتماعي الأنجلوساكسوني. وهذا ما تخشاه النقابات في الحقيقة، أن يتغير نظام يعني الاجتماعي ونظام التقاعد في فرنسا إلى نظام أنجلوساكسوني. فبالتالي الدولة في الحقيقة، يعني الدولة العميقة على الأقل، دعيني أقول رجال الأعمال الكبار، مع الذكر أن من أغنى أغنياء العالم اليوم هو فرنسي، يعني تقريبا تجاوزت يعني ثروته 400 مليار دولار. فبالتالي نحن نعيش التناقض داخل المجتمع الفرنسي. كانت هناك طبقة وسطى كبيرة جدا، وكانت تتحكم في الشأن السياسي هذه الطبقة الوسطى، والآن هذه الطبقة الوسطى أصبحت ضعيفة جدا، وليست لديها الإمكانيات حتى في المظاهرات، حتى في الاحتجاجات. يعني حتى الاحتجاجات رأينا السترات الصفراء التي لا تمثل النقابات، ولم تكن هذه النقابات تؤازر السترات الصفراء. فبالتالي هناك تداخل في انهيار النظام الاجتماعي القديم في فرنسا، والصراع الاجتماعي الذي ربما النقابات بهذه الفرصة تعود كوسائط للضغط على الدولة حتى لا تذهب كثيرا في تغيير النمط الاجتماعي الفرنسي. ولكن الضغوط في السياسة الخارجية والحرب في أوكرانيا، ويعني التضخم الشديد والركود الذي ستدخله أوروبا، ربما هذه التداعيات كلها ستكون ضاغطة على الرئيس ماكرون وعلى السيدة إليزابيث بورن. ربما السيدة إليزابيث بورن ستضطر إلى يعني تفعيل هذا القانون عن طريق ما يسمى عندنا 49 يعني خارج التصويت داخل البرلمان، لأنها من الصعب أن تتحصل على تصويت يعني أغلبي إلا إذا كان اليمين القديم يعني سيصوت لصالح هذا القرار. نعم. طيب، بما أنك تتحدث ربما عن خيارات بيرن فيما يخص اللجوء إلى هذه الحيلة الدستورية، دعني أسميها كذلك، وهي مرفوضة بالنسبة للنقابات وكل المعارضين لهذا الإصلاح، أسألك اليوم عن خيارات الرئيس ماكرون في هذا الموضوع. هو من المؤيدين جدا لمثل هذا الإصلاح، أصلا نادى به في عام 2017، تراجع قليلا، ولكن اليوم هل يملك رفاهية التراجع عن هذا القرار في حال استمر المشهد في الشارع على ما هو عليه؟ نتحدث يعني عن إضرابات تشل الشارع وتشل القطاعات الحيوية في فرنسا. هذا المشروع، مشروع الإصلاح في سن التقاعد وملف التقاعد، كان يعني جزء كبير من مشروع الرئاسي للرئيس ماكرون، إن كان في حملته الانتخابية الأولى أو حملته الانتخابية الثانية. والآن هو لا يخشى، لأنه لن يعيد يعني الترشح لمرة ثالثة للرئاسة، فلا يخشى أن يعني أن يكون الرأي العام الفرنسي ضده. فبالتالي الرئيس إيمانويل ماكرون سيذهب بعيدا في إقرار هذا القانون، لأنه يعني رغم يعني ما تقوله النقابات أو يقوله العمال أو يقوله بعض المواطنين، لكن هناك يعني إلزامية للوصول إلى تغيير في الخروج في سن التقاعد. يعني متى نخرج في سن التقاعد؟ والإشكالية هي إشكالية في سوق العمل. فبالتالي الرئيس إيمانويل ماكرون ليس لديه الحلول الكثيرة، إلا إذا ربما يعني في الانتخابات الرئاسية القادمة يأتي وسط اليسار أو اليمين المتطرف ويغير القانون، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون سيذهب إلى إقرار هذا القانون. طيب، إذا الرئيس سيذهب إلى إقرار هذا القانون. أذهب بهذه العبارة مجددا إليكم موسى عاصم، مفدى الميادين، أنت معنا من باريس لتنقل لنا أجواء هذه التظاهرات وما إن بدأت أم لا. نعم، يعني الناس تتجمع بشكل كثيف من مختلف الاتجاهات في العاصمة الفرنسية للوصول إلى ساحة لا ريبوبليك خلفي، ويتوقع أن يشارك هنا في هذه التظاهرة في باريس عشرات وربما مئات الآلاف من الرافضين لخطة إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد. في الواقع يعني هناك شلل في معظم وسائل النقل العامة، إن كان على مستوى القطارات، و97% من سائقي القطارات توقع
توقفوا عن العمل منذ صباح اليوم. بالنسبة لقطاع سكك الحديد، بالأمس بدأت هذه التظاهرات، وعندما أتيت من جنيف إلى باريس كان قطار واحد من أصل اثنين يعملان، كانت معظم القطارات مليئة، وقطارات تم إلغاؤها بسبب الشلل الذي يعني بدأ يضرب من الأمس قطاع سكك الحديد. بالنسبة أيضا للمترو ووسائل النقل العامة الأخرى، المدارس مقفلة، وهناك مشاركة كثيفة من قبل العاملين في القطاع الصحي، وأيضا العاملين في مصافي النفط التابعة لشركة توتال إنرجي توقفوا اليوم عن العمل وأوقفوا شحن المشتقات النفطية إلى محطات المحروقات، ولكنهم أعلنوا بأن هذا التوقف عن العمل لن يؤثر على سوق بيع المشتقات النفطية والمحطات ومحطات الوقود، لأن هذه المحطات لديها مخزون كافي لقضاء هذا اليوم. وهذا طبعا في رد على الحكومة الفرنسية التي تقول وتتهم المشاركين في التظاهرات والنقابيين وأيضا الأحزاب اليسارية، تتهمهم بأنهم يريدون شل البلاد ويضعون من جديد هذه السياسة التي تتبعها حكومة إيمانويل ماكرون، وضع الناس من جهة بمواجهة النقابات. ولكن طبعا كما يقول النقابيون بأن الدعوة لهذه التظاهرة عبرت فعلا عن نجاح تام قبل بدء التظاهرة، على أساس أن نسبة المؤيدين للتظاهرة وللاحتجاجات التي يقوم بها النقابيون والأحزاب اليسارية ارتفعت 7 نقاط، واليوم هناك 66% من الفرنسيين يدعمون هذه الاحتجاجات، وهناك 53% مع إقفال البلاد، أي شلل البلاد حتى يتراجع إيمانويل ماكرون عن هذه الخطة. إذن يعني هنا المسألة أريد أن أشرح تفصيل صغير يتعلق بمسألة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. الحكومة تعد هؤلاء، تعد المتقاعدين بحد أدنى أو براتب تقاعدي بحدود 1000 أو 1200 يورو بالشهر، ولكن هذا الأمر مشروط بأن يكون العامل قد قام خلال سنوات عمله بالعمل الكامل، يعني 43 عام بشكل متواصل، وهذا الأمر يعني شبه مستحيل للجزء الأكبر من العمال. هناك من يدخل سوق العمل متأخر، وهناك من يوقف العمل، وهناك من يريد أيضا الخروج من سن العمل قبل 43 عاما، وبالتالي لن يكون له الحظ بالحصول على 1200 يورو في الشهر بعد الوصول إلى سن التقاعد. المسألة الثانية هي أن هناك أعمال يدوية تطلب من العامل أن يقوم بجهد استثنائي، كعمال البناء وعمال المحطات وعمال أيضا السكك الحديد، وأيضا العمال في القطاع الصحي الذين يتعرضون لضغط جسدي ولضغط نفسي، وهؤلاء لا يمكن أن يستمروا بالعمل أو أن يكملوا 43 عاما، وبالتالي مع نهاية خدمتهم إذا كانت قبل 43، إذا خرجوا بعد 40 عاما من العمل فلا يمكنهم الحصول على الراتب التقاعدي الذي يقدر ب 1200 يورو. نعم موسى، قبل قليل تحدثت بأن ربما السلطات في فرنسا تحاول وضع المتظاهرين في وجه وضع الفرنسيين في وجه النقابيين، وهذا ما لمح إليه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أتحدث عن أوليفييه فيرون الذي استبق التظاهرات وقال: نحن لا نخلط بين حق التظاهر والإضراب وبين شل حياة الفرنسيين. قال إنه ربما لا يريد أن يجد الفرنسيون أنفسهم عاجزين عن الذهاب إلى العمل أو إحضار أطفالهم من المدرسة، وهذه جزئية مهمة. ولكن أيضا يعني أشرت قبل قليل إلى أرقام مهمة فعلا فيما يخص زيادة نسبة المشاركين في هذه الإضرابات وهذه التظاهرات، علما بأن فرنسا تضمن حق التظاهر والإضراب، هذا معلوم، ولكن من يشارك في الإضراب عادة ما يخصم له من راتبه بالتحديد اليوم الذي شارك فيه في هذا الإضراب. ولكن برغم ذلك نرى بأن الفرنسيين نزلوا إلى الشوارع وبأعداد غير متوقعة مقارنة بما كان متوقعا. كيف يمكن أن نصف هذا المشهد علما بأن الفرنسيين يعانون من أزمة اقتصادية لم يعرفونها من قبل؟
يعني في الواقع وجهت هذا السؤال قبل المباشر لسيدة عمرها بحدود 55 عاما، قلت لها لا تخافين من حسم يوم العمل من قبل المؤسسة التي تعملين بها، قالت أن أخسر يوم أو راتب يوم من عملي أفضل بكثير من أن أخسر سنتين من عملي، السنتين اللتين يعني يريد إيمانويل ماكرون إضافتها على العمل. هذا هو موقف تحديدا من يعمل في فرنسا في القطاعات اليدوية، في العمل اليدوي، وهؤلاء مستعدون لخسارة يوم أو يومين أو أسبوع أو أكثر حتى من رواتبهم الحالية مقابل أن يحصلوا على تقاعد، يعني على الأقل يمكن لهم أن يكملوا حياتهم بشكل طبيعي. مسألة أساسية أيضا في هذا الإطار، وهي أن بعض الإحصاءات التي يتحدث عنها النقابيون ويتحدث عنها أيضا ممثلو أحزاب اليسار بأن السن أو متوسط الحياة لبعض العمال في القطاعات اليدوية لا يتجاوز 65 عاما، وبالتالي يتهمون إيمانويل ماكرون بأنه يريد ملاحقة الناس، ملاحقة هؤلاء حتى نهاية حياتهم وإبقائهم في العمل حتى نهاية حياتهم. وهذا يعني بأن السياسة التي يتبعها ماكرون بحسب الداعين للتظاهر، السياسة التي يتبعها ماكرون يريد أن يحصل من العمال تحديدا، من الشريحة الواسعة من ذوي الدخل المحدود، الضرائب حتى نهاية حياتهم وإكمال هذا العمل حتى 64 عاما. وفي طبيعة الحال إذا استندنا إلى متوسط الحياة لدى الذين يعملون بأيديهم هو 65 أو 66 عاما، فإن هؤلاء لن يستفيدوا أبدا من التقاعد، وبالتالي يحقق المزيد من الأرباح على من ضرائب هؤلاء الأشخاص، من ضرائب العمال، وعندما يصلون إلى سن التقاعد يكون الوقت قد انتهى. إذن هناك مجموعة من الحجج التي يقدمها الرافضون لخطة إيمانويل ماكرون هي حجج منطقية وحجج عملية. الواقع هناك، يعني أعود إلى ما قاله ضيفنا قبل قليل، هناك صراع بين نموذجين من التعاطي مع العمل في فرنسا، النموذج الليبرالي الرأسمالي الذي يمثله إيمانويل ماكرون والذي يريد تحصيل يعني بأي شكل من الأشكال الأموال للخزينة، للمؤسسات، للأثرياء، وبالتالي لا يهتم كثيرا بالإنسان كإنسان الذي يقوم بالعمل، والنموذج الآخر الذي ينظر إلى الإنسان كإنسان ويريد أن يكون هذا الإنسان في مستوى معين من حياته، أن يعيش سنوات، أن يستفيد من سنوات تقاعده بشكل إنساني وبشكل يمكن له أن يحقق ما لم يكن له إمكانية تحقيقه خلال سنوات عمله. بالحديث عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالمناسبة هو ليس موجود الآن في فرنسا، بل اصطحب معه ربما 10 أو 11 وزيرا إلى إسبانيا، وهذا يزيد من غضب المتظاهرين في شوارع فرنسا بالإجمال. أذهب إليكم مجددا دكتور عماد الدين الحمروني للقراءة والتوقف عند هذا المشهد اليوم في فرنسا. هذا المشهد يأتي وسط أزمة عميقة تعيشها القارة الأوروبية، وهي مرجحة للتفاقم في هذه العشرية الآن، بدأت تتمظهر ربما بأزمة طاقة، ومن ثم لدينا أزمة الإنتاج. فيما يخص الإنتاجية، فرنسا تتذيل الدول الأوروبية في نسبة الإنتاجية، ومن هنا أسألك عن الواقع الذي تعيشه فرنسا في هذه الجزئية بالذات. نعم، في الحقيقة يعني أمام الأزمات المتكررة وأيضا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، نجد أن الاقتصاد الفرنسي باعتراف يعني الجميع مقارنة بالاقتصاديات التي تضررت مثلا في بريطانيا أو ألمانيا أو دول أخرى، دول البلطيق أيضا، يعني الأرقام تشير بأن يعني الاقتصاد الفرنسي حافظ يعني على الأقل على استقراره حقيقة، يعني أن النمو لا يوجد نمو، يعني نمو تقريبا حققت نمو تقريبا 1.6%، هذا نمو ضعيف، ولكن يعني حافظت على الاستقرار. والإشكال الكبير اليوم في النظام الاجتماعي هو يتمحور حول الطبقة الضعيفة والطبقة المتوسطة، وأشار يعني زميلكم من باريس عندما قال بأن هناك أصحاب الأعمال اليدوية أو ما يسمى الأعمال الشاقة
وهؤلاء يعني تقريبا يمثلون تقريبا حوالي 6 مليون شخص. وفي نسبة التقاعد يعني هناك يعني إذا رأينا بعض الأرقام، نسبة المتقاعدين الذين لديهم يعني أجر أقل من 1000 أورو، ونسبة الفقر في فرنسا يعني تقريبا ما دون الفقر في فرنسا تقريبا أكثر من 4.5 مليون. وإذا رأينا هذا الرقم يعني نجد عموما هناك أكثر من 6 مليون فرنسي يعيشون تحت 1000 أورو. فبالتالي مع التضخم ومع الركود ومع يعني كل هذه التضاريس التي يعني ستتبلور خلال الأشهر القادمة في التصعيد، الحرب في أوكرانيا، مشكلة الطاقة ووصول الغاز والنفط، مشكلة الأسعار، مشكلة المواد الغذائية، فبالتالي هل سيستطيع هؤلاء الصبر يعني بـ1000 أورو أو أقل من 1000 أورو؟ هذه إشكال كبير، كيف ستعالج الدولة هذه الفئة؟ فبالتالي المسألة في عمقها هي مسألة اجتماعية. ولكن الرئيس السيد إيمانويل ماكرون من جاء به إلى الحكم هم الطبقة النيوليبرالية وليست فقط الطبقة الرأسمالية. فبالتالي هذا النموذجان يعني النموذج النيوليبرالي حقق بعض الإيجابيات للمجتمع الفرنسي وللاقتصاد الفرنسي، ولكن الضحية تقريبا هناك 5 مليون فرنسي. فماذا سيفعل الرئيس إيمانويل ماكرون في حالة أن هذه الاحتجاجات خرجت عن سيطرة النقابات؟ لأن النقابات أخير هي تمثل جسم الدولة أيضا، يعني هي عملية تنفيذ، ولكن السترات الصفراء وربما أنواع أخرى من الاحتجاجات ربما سيصل هؤلاء إلى الاحتجاجات بطريقة أكثر عنفا، لأن القضية ستكون أصعب في التناول الاجتماعي. وهنا نقطة الافتراق ما بين اليسار وبين اليمين، حتى اليمين المتطرف الذي في مشروعه الاقتصادي هو والاجتماعي هو يساري في الحقيقة. فنحن الآن هل نرى عودة اليسار الفرنسي إلى الاحتجاجات والمواجهات لإعادة سياق يعني اجتماعي يكون لديه الخصوصية الفرنسية، أو ستفقد فرنسا مثلما فقدت يعني ثقافتها، مثلما فقدت دورها التاريخي في العلاقات الخارجية، هل ستفقد فرنسا أيضا نظامها الاجتماعي القديم؟ بما أنك تتحدث عن ربما أن فرنسا اليوم أمام أزمة اجتماعية أيضا، إلى أي مدى الأزمة تتخطى موضوع إصلاح أو تعديل نظام التقاعد؟ إلى أي مدى نحن أمام أزمة في فرنسا فيما يخص التواصل بين الطبقة الحاكمة والفرنسيين؟ هناك ما يقول بأن إليزابيث بيرن فشلت في إقناع الفرنسيين بهذا القرار أو هذا الإصلاح فيما يخص التقاعد، وبما ينذر هذا الأمر؟ يعني نحن لسنا أمام فتور بين الطبقة الحاكمة والشعب، نحن أمام تناقض، أمام انفصال إذا صح التعبير، عدم تناسق، عدم فهم. نعم، في الحقيقة يعني هذا الوضع هو وضع يشبه جميع الدول الغربية والأوروبية والأمريكية. يعني نحن في انفصام سياسي واجتماعي وبنيوي بين يعني لا أريد أن أقول الطبقة الحاكمة، ولكن بين نخبة حاكمة نيوليبرالية تبحث يعني على تجميع. مثلا إذا رجعنا قضية سن التقاعد، مثلا ماذا يريد النظام النيوليبرالي؟ يريد أن يكون يعني سن التقاعد في كل الدول الأوروبية في حدود 67 سنة. يعني هذا قراءة العولمة على المستوى الغربي والمستوى الأوروبي. فبالتالي من يصيغ هذه يعني التقارير ويصيغ هذه المناهج هي البنوك الكبرى. يعني نحن الآن خرجنا من عالم السياسة إلى عالم المال. من يتحكم الآن في مصائر الناس ليس رجل السياسة، رجل السياسة هو موظف لدى رجل المال. فالبنوك الكبرى والمؤسسات المالية الكبرى هي التي تتحكم في القرار الاجتماعي والقرار السياسي. التحولات البنيوية التي أشرت إليها وهي أن لا يوجد وسائط بين الحكم وبين الشعب. الآن هذه فرصة، ربما نحن تكلمنا في بداية حديثنا عن أن أول مرة تقريبا تجتمع وتتوحد النقابات الفرنسية، ربما هذه فرصة لعودة النقابات بقوة كوسيط ممتاز للمطالب الشعبية. الآن تكلمت على السيدة بيرن، ربما السيدة إليزابيث بيرن ستكون ضحية هذه الإصلاحات. يعني
أنت ذكرت في كبش عهد المحرقة. الرئيس شيراك، وأيضا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، وحتى في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، يعني دائما كان رئيس الحكومة هو الضحية، فربما يعني بعد تمرير هذا القانون ربما الضحية ستكون السيدة إليزابيث بار، تخرج من رئاسة الحكومة ويكون رئيس الحكومة ربما يعني وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الحالية. فبالتالي نحن أمام تحولات يعني عميقة في الشارع الفرنسي. من سيمثل أصوات وإرادة الشعب الفرنسي؟ هل هي النقابات أو المجموعات العنفية إن كان أقصى اليسار أو أقصى اليمين، ونعود إلى المواجهات اليومية أو الأسبوعية، أو أن الدولة ربما ستتفاوض مع النقابات وتضغط النقابات في عوض نصل إلى 64، يعني في حدود 2027 نصل إلى 64 في حدود 2030؟ نعم، يتحدث الآن رئيس التجمع الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل ويقول إذا لم تسمعنا السلطة فهي تدفع البلاد إلى أزمة متصاعدة، ويضيف الرئاسة مسؤولة عن عدم انعدام العدالة والتفاوت الطبقي الحاد، ويقول إذا كانت السلطة واثقة من أن هذه الإصلاحات عليها أن تقوم باستفتاء حولها. أذهب بهذه المعطيات إليكم دائما زميلي من عين الحدث موفد الميادين إلى باريس موسى عاصي لتنقل لنا آخر الأجواء. سأنتقل مباشرة إلى سيدة تشارك في هذه التظاهرة، وقبل قليل سألتني عن يعني موقف الناس الذين ربما يعطلون عن العمل للمشاركة في هذه التظاهرة. أريد أن أطرح هذا السؤال على هذه السيدة. Bonjour madame, votre nom s'il vous plaît. Mireille. Mireille. Mireille, est-ce que donc aujourd'hui vous participez à cette manifestation, est-ce que vous avez peur que le patron réduit une journée de votre salaire? Non, j'ai pas peur, je sais qu'elle est enlevée. Oui, et alors? Ben, c'est pas grave. لا أخاف، تقول لا أخاف طبعا من أن يحزم، لأنه تعرف أن العمل أو صاحب العمل قد حسم هذا اليوم، وهي يعني هذا الموضوع لا يعني لا تهتم به كثيرا. Dites-moi madame pourquoi vous êtes là aujourd'hui et pourquoi vous voulez pas travailler jusqu'à 64 ans؟ لماذا أنت هنا ولماذا لا تريدين العمل حتى سن 64؟ Bah parce que 64 ans on est foutu usé. Donc autant qu'on essaye de profiter un peu de notre retraite. Et puis j'ai envie que mes enfants et mes petits-enfants en aient une aussi. تقول أنه في سن 64 نكون قد يعني كان عملنا بشكل كبير وتعبنا بشكل كبير، وتريد أن تستفيد في هذه السنوات المتبقية بحياتها، وأن تلتقي أيضا أو تعيش أيضا مع أولادها وأحفادها، وتستفيد من هذه الفترة في الحياة العائلية. Si donc aujourd'hui cette manifestation que paraît qu'elle est grande, il y aura 1 million, 1 200 000 qui vont participer, n'aboutit à rien. Qu'est-ce que vous allez faire? هل هذا في حال هذه التظاهرة التي يقدر أن يشارك فيها نحو مليون أو مليون أو 200 ألف شخص لم تقنع الحكومة على التراجع عن هذه الخطة، ما الذي سيجري؟ ما الذي ستفعله؟ Qu'est-ce que vous allez faire? Ben rien. Comment bien? Vous allez vous rentrer à la maison sans rien faire? Non, si, je vais continuer à travailler parce que je ne peux pas être en grève constamment, ouais. Mais ça, je pense que ça va continuer. Ouais. تقول بأنه ليس باستطاعتها عمل شيء، ستعود للعمل ولكن ستستكمل أو يعني ستبقى تشارك في هذه الاحتجاجات من أجل طبعا الحصول على الحق. ميرسي بوكو مدام اي بون شونس اي بون كونتينياسيون. نعم، إذا نحن لا نزال في مرحلة التحضير لانطلاق هذه التظاهرة، وهناك أعداد كبيرة جدا من المتظاهرين أو من المشاركين في هذه التظاهرة يتوافدون باستمرار إلى ساحة الريبوبليك خلف باريس خلال نشرة الظهيرة. بعد قليل أن تبقن معنا الزميل موسى عاصم موفد الميادين إلى العاصمة الفرنسية باريس. الشكر موصول أيضا لكم دكتور عماد الدين الحمروني خبير بالجغرافيا السياسية في أكاديمية العلوم السياسية، كنت معنا من العاصمة الفرنسية. إذن مشاهدينا الكرام، لقاءنا يتجدد على رأس الساعة في نشرة الظهيرة، ابقوا دائما مع الميادين.